حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نطبع ميني فلاش ميموري مباشره في الطوابع الكانون ال بي بي 215 اكس، وهي هي نفس الخطوات للطوابع ال بي بي 228 اكس. يعني هنتعلم ازاي نطبع اي ملف انت حافظه او مخزنه بداخل الفلاش ميموري بدون توصيل الطوابع باي كابل. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخوانا، من ايه اخباركم، ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السايب من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الفلاش ميموري مباشرة في الطوابع الكانون ال بي بي 215 اكس، وهي هي نفس الخطوات في الطوابع الكانون ال بي بي 228 اكس. وان شاء الله الحلقة هتعجبكم. لازم اوضح لك قبل ما نخش في اي خطوات ان الطوابع بتقرا صيغتين من الملفات، صيغة البي دي اف وصيغه الجي بي جي، والبي دي اف اللي هي ملفات او المسندات، والجي بي جي اللي هي الصور. يعني لو معاك اي ملف وورد او باوربوينت او اكسل او اي حاجه غير البي دي اف والجي بي جي فالطوابع مش هتقراها خالص. بعد كده هنجيب الفلاشه بتاعتنا ونركبها في المدخل ده بالطريقه دي كده. لو سمعت صوت التنبيه ده كده وكتب لك تحت تم توصيل جهاز يو اس بي غير مدعوم، فممكن الفلاشه يكون فيها مشكله، او ممكن انت لازم تفرمت الفلاشه على صيغه اسمها فات 32. يعني بتحط الفلاشه في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب وتفرمطها بصيغه اسمها فات 32، يعني صيغه التهيئه او صيغه الفورمات. وبعد ما تفرمت الفلاشه بتضيف الملفات في الفلاشه بكل سهوله. وبعد ما فرمطت الفلاشه على صيغه فات 32 هنركب الفلاشه عادي جدا كده، تمام؟ زي ما انتم شايفين ما عملتش صوت نهائي، معناه ان الطوابع قبلت الفلاشه. بعد كده هنختار طباعه وثائق الذاكره. قال لك ايه؟ تم تقييد طباعه وثائق الذاكره. في خطوه هنعملها جوه الطوابعه عشان نقدر نفعل الاختيار ده. هنيجي عند شاشه الطوابعه كده، اول حاجه هنختار القائمه، ثم نختار اعداد الوظائف، ثم نختار الوصول الى الملفات، ثم نختار اعداد وثائق الذاكره. هيطلب منك معرف مدير النظام ورقم البن، معرف مدير النظام من 7 ل 1 عدد تنازلي. تمام، ورقم البن زيه بالظبط اهو، ورقم البن. ثم هنتك على تسجيل دخول، وهنا الاختيار ده هنعمله تشغيل، ثم تطبيق، ثم اوكي. وفي الخطوه دي بيقول لك طفي الطوابع من زر التشغيل كده، تمام، لحد ما نتاكد انها انطفت اهي. بعد كده بنرجع نشغلها تاني من زر التشغيل كده، تمام. بعد كده بتدخل الفلاش عادي جدا وبتختار طباعه وثائق الذاكره. زي ما انتم شايفين الخطوه اتفتحت عادي جدا اهي، ودي الملفات اللي موجوده عندي، تمام. في اوبشن حلو كده هنتك على الزرار ده كده، تمام، وبكده هنقدر نشوف جميع الملفات اللي انا عايز اطبعها اهي بزر الاتجاهات كده. يعني دي صوره مكتوب عليها جي بي اي جي، ولو ضغطنا على زر السهم كده هتلاقينا مكتوب اسم الملف وجنبه بي دي اف، يعني ده ملف بي دي اف، فانا عاوز اطبع الملف ده. هنعمل الصحي كده، تمام، وتقدر تعمل الصح لاكثر من ملف اهو وتشيلها بكل سهوله اهي. بعد ما اخترنا الملف بتاعنا خلاص هنعمل تطبيق، تمام. هيجي لك بقى شويه اعدادات مهمه جدا. اول حاجه الورق اللي انت هتسحب منه، اذا كان الدرج اللي تحت دوت اهوت، تمام، ولا درج متعدد الاغراض اللي هو ده. فانا افضل حاجه بحب احط في الورق هو درج الورق الاساسي اللي هو اللي تحت، تمام. تاني اختيار معانا هنا مكتوب عدد النسخ، النسخه دي عايز منها كام نسخه، تمام، يعني الملف اللي انت اخترته دوت عايز منه يطلع كام نسخه. بتضغط هنا عادي جدا كده معاك لحد 999 نسخه. انا على سبيل المثال هختار نسختين اهي، ثم بنعمل اغلاق كده عادي. خلصنا خلاص اللي احنا عايزينه، بنتك على بدء كده اهي. اهي طلع لي نسختين منها زي ما انتم شايفين، طلع لي نسختين منها بالظبط اهي، النسخه الاولى والنسخه الثانيه، تمام. طب افرض دلوقتي في ملف عندي عاوز اطبعه على الوجهين تلقائيا، تمام، هنختار اي ملف فيه اكتر من ورقه، تمام، وليكن الملف ده هختاره عادي جدا كده، تمام. نعمل تطبيق ونيجي مثلا نخليها ديت نسخه واحده، تمام، ونيجي عايزين نعمله على الوجهين، هنعمل الاختيار ده كده اهوت، تمام، حتى تلاقي الورقه قلبت، يعني الاختيار ده على وجه واحد كده على الوجهين او كده على الوجهين، بس الافضل نخليها الاختيار الاخير ده اهو كده على الوجهين. اللي يناسبك في الاثنين دولت اعمله عادي جدا، لان الاختيارين دول هم اللي على الوجهين، اما الاختيار ده على وجه واحد، تمام. خلصنا كل حاجه خلاص، بدء. اهي هترجع الورقه تاني عشان تطبع على ظهرها.
او زي ما انتم شايفين طبعا الاربع ورقات على الوجهين بكل سهوله. في اوبشن تاني ممتاز جدا جدا، انك تقدر تقسم الورقتين في ورقه واحده، تمام؟ طب ازاي الاوبشن ده؟ هتلاقي شكلها هنا مقسومه ورقه جواها ورقتين اهي كده، تمام؟ هتلاقي هنا الانسب بتقول لك ورقه وورقه اهي، ممكن تخليها اربع اوراق اهي، ايوه بقت اربع اوراق، وممكن تخليها ثمان اوراق اهي، تمام؟ فانا هختار الاول ورقتين ثم بدء. لازم كل مره هتطبع فيها تتاكد ان الملف ده فيه اكتر من ورقه اهي. بص عامل ازاي؟ قسمتها على اتنين اهو، يعني قسمت الملف كله على اتنين اهو. ممكن نعمل الاختيار ده على الوجهين، يعني بدل ما هما ورقتين كده لا يبقى ورقه واحده وعلى الوجهين. ازاي؟ هنيجي على نفس الاختيار كده ونختار الاختيار ده، بقت كده اتنين وهنا على الوجهين. طباعه. اهي زي ما انتم شايفين اربع اوراق اهمت اهيت، ورقه الاولى ورقه الثانيه ورقه الثالثه ورقه الرابعه، عشان تقدر توفر في الحبر والورق. حبيت ترجع كل حاجه زي الاول بنعمل اعاده تعيين كده اهي، كده راجعنا زي الاول. في حاجه مهمه جدا قبل ما اقفل معاكم الحلقه، لو حبيت تشيل الفلاشه ما تشيلهاش بالطريقه دي وهي شغاله، لا بتيجي هنا عند زر المنزل ضغطه واحده كده، وبيجي عند مراقب الحاله كده تمام، وبنختار ازاله وصول الذاكره اهي، يمكن ازاله وصول الذاكره بامان. خلاص كده شيل الفلاشه بكل سهوله، وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. اتمنى انه نال اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.